مساء الخير مهند خزندار. لوين؟ عبيت الحجر؟ انت شو عم تحكي؟ سمعت انه في عندك بيت كتير حلو على الشط، وقال عم تستقبل فيه ضيوف كتير خاصين. خلاص انا فرشك يا واطي، انا فرشك. مهند عمي تركني عم بالله. مهند طولوا بالكم، طولوا بالكم، شو اللي صار؟ عم قلك اطلع لبرا. اذا بتريد تركني لشوف بابا. طول بالك عمي، شو عم تعملوا؟ اطلع لبرا بعيد عني. شو عم يصير؟ اهدى يا مهند بي، لا حدا يمسكني. اهدى، تركوني. اهدى اهدى شوي. عم قلك تركني. مهند اطلع لبرا. خلاص تركوني. اهدى اذا بتريد. خلينا نطلع. سمر بعيد جاي. مهند أنا كتير آسف تحسين بيك. عدنان بيك إذا بتريدوا خليكم. تصبح على خير. وانت بخير. تصبح على خير. ما كان لازم نجي لهون. بيساني اهدي شوي، خليكي. شيل ايدك. خلص تركوني. مهند مهند وقف شوي. تركني. شو صار؟ ليش تقاتلتو؟ اهدى شوي. يلا يلا اطلع بالسيارة. مهند شو اللي صار؟ الواطي قال لي كلام وسيخ. شو قال لك؟ عدنان بيك سكوت وركب بالسيارة. هذول عم يضحكوا عليك، دير بالك منيح. بيكفي طلع بقى. فتح عيونك وتطلع حواليك، فريق مالك بيك عم يلعب عليك. خلاص يا حقير انا بفرجيك. مهند طلع بالسيارة. في شغلات كتير بدي احكي لك اياها. عدنان خلينا نروح. ما عم احكي على الفاضي، وبكره بتشوف شلون رح اثبت لك هالشي. أنا بدي فتح لك عيونك. الله يلعنك شو وسخ. عدنان لا ترد عليه. كان واضح إنه بده يعمل هيك شيء. رح يدعي لي لأنه ما له خبر. أسرع. خلينا نبعد عن المكان فورا. أنا آسف أروخانو، ما كان لازم يصير هيك. بهدل الحفلة. إذا بتريدي لا تروحي. تعرف ما فيني ضل. صبح على خير. وانت ما بخير. صار إلا وعمل يلي براسه. خلونا نروح من هون. الله يخليكم. كمان أنتوا بدكم تروحوا؟ أي والله لا تواخذنا. خذي جزدانك فيه. دقيقة شوي. إذا بتريدي بلا ما نروح، وأنت خليكي هون. أكيد ما بتريدي تزعلي لتحسين بيك، ما هيك؟ كتير رح أنبسط إذا بتضلوا. هلأ معقول تسمحوا لواحد مثل حلمي أو نال إنه ينزعلنا الحفلة؟ خلص عمل عملته الوسخة وراح. يلا هلأ خلونا نكمل محل ما وصلنا، كأنه ما صار شيء. يلا يلا. جيت على الحفلة بس منشان تعمل مشاكل، مو هيك؟ تخانقت أنت ومهند مشان تخجلنا قدام الناس. سوى هيك لأنه خايف، لما اكتشف إني بعرف كل ألاعيبه جن جنونه. كلكم نايمين، ما حدا بيعرف شو في بين مهند وسمر. أنت شو عم تحكي؟ في علاقة قوية بين سمر ومهند. بكفي. عملتوه ببيت على الشط. سكوت بقى بكفي، أنت أكيد جنيت، ما عم تعرف شو عم تحكي من غضبك. أنا عم أحاول ساعده لعدنان بيك، وأنت زلمته الأول. فعلاً إذا بدك مصلحته بتفتح عيونه كتير منيح. حرام مشان ما يتبهدل قدام العالم. ما بعرف أنت شلون بتفكر. مو حرام عليك تعرض زواج الناس للخطر بس مشان تنتقم منهم وتفتري عليهم؟ شلون عم تقدر تدعس على حياتهم وكرامتهم؟ أصلاً أنا ليش مستغرب؟ بيوم من الأيام أنت تبريت مني مشان انتقامك. بخجل لأني ابنك. أنت لازم تخجل من اللي عم يعملوه فريق مالك بيك.
من اللي عم تعمله بنت حماك. بكفي، واقف السيارة، واقف. خليك بعيد عنا وخبي أفكارك الخبيثة لحالك، لا ترمي وسخك على الناس. وشو بدك تعمل وقت اللي بدي اثبت لك الشي اللي عم اقوله؟ يلا امشي. عم تجعك؟ بتسعد فرحتنا وتبهدلنا قدام الناس كلهم. مين بيعرف الناس شو عم بيحكوا علينا هلا؟ في يا رنين كمان عم تتصل، ما رح رد عليها. ردي عليها مشان ما تضل تتصل. الو، بس اوصل على البيت بحكي معك. خلص قلتلك بس اوصل، مع السلامة. قال بدي احكي له ليش تقاتلته، وكأنه انا بعرف ليش. شوف شو صار معنا، وبهيك مناسبة كمان. شو قالك لحتى صار فيك هيك؟ مهند، ليش ما عم بتقلي؟ نهال، بكفي بكفي، لا تضغطي علي. ماشي، انا اسفة. اعصابي كتير متوترة رجاء. خلص سكتت.